المرأة التجمعية انضمت القمة الثالثة للمرأة التجمعية في موضوع الأسرة المغربية أسس الدولة الاجتماعية. هذا الميدان اللي خديناه اليوم هو كنحسبوه جد مهم في المناخ العام اللي كيعرفوا العالم واللي التطورات اللي كيعرفوها المجتمعات وأيضا المناخ الجيوسياسي والاضطرابات اللي كاينه فيه، واللي الحمد لله المغرب بفضل الملكية ديالنا وصاحب الجلالة واقف ثابت، ولا سيما في إطار توجيهات الملكية السامية اللي جات في خطاب العرش واللي سيدنا في خطاب أمام البرلمان واللي سيدنا كنعطى فيه التوجيهات باش الحكومة وجميع المكونات المجتمع يخدموا على تقويات الأسرة والقدرات الأسرة باش تلعب الدور ديالها في المجتمع ديالنا، مجتمع متماسك واللي يبقى فيه دائما روح التضامن والمسؤولية ديال جميع المكونات الأسرة. فالأسرة هي جد مهمة في أي مجتمع، لأن هي اللي كتكون كتربي وهي اللي كتوجه وهي اللي كتبني المجتمع اللي حنا بغينا. فالجميع الأوراش اللي الحمد لله اليوم الحكومة كتعمل عليها والحكومة ديال السي عزيز أخنوش كلها غدا في إطار بناء الدولة الاجتماعية. وملي كنشوفوا الأوراش ديال التغطية التغطية الصحية واللي هو ورش ملكي واليوم على أرض الواقع، ما غادي يمكن له غير يجيب المنفعة على المرأة والأسرة، لأن غادي يكون أيضا الأطفال والمسنين كل شيء كيستافد من هذه التغطية الصحية الكاملة. الورش ديال الدعم الاجتماعي المباشر اللي هو توا كان نقطة ديال النقاش عندنا اليوم جد مهم، ولأول مرة في تاريخ المغرب كنزلوا هذه البرامج ديال الدعم المباشر الاجتماعي واللي غادي يساعد فئات هشة من المجتمع، غادي يساعد النساء، غادي يساعد الأطفال، غادي يساعد الأسر اللي عندها يعني أشخاص في إعاقة، يعني أيضا التطورات اللي كاينه اليوم في بلورات منظوم متجدد ديال التعليم أو ديال الصحة كلهم كينكبوا في تحسين الوضعية لا ديال المعلم ولا ديال المدرسة ولا ديال الأطفال، وهذا كله ما يمكن له غير يمشي في التحسن ديال بناء مجتمع اللي يكون عنده الكفاءات الإنسانية والنظام الملائم، وهذا النظام الملائم هي الأسرة المتماسكة. لأن احنا اليوم كنحسبوا كحزب سياسي بأن الأسرة جد مهمة خصنا نعطيوها العناية كلها، والمرأة كتلعب دور كبير في الأسرة، راه هي الأم، هي المربية للأطفال، هي الزوجة، وخصنا نساعدوها بتحسين التمكين ديالها أيضا. اللي ده تكلمنا على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبغينا المرأة باش تدخل أكثر في الميدان السياسي باش يمكن لها توصل لأماكن القرار ويمكن لها تحسن التطورات ديال البرامج السياسية وديال البرامج الاجتماعية.